تلفزيون قطر ابتدى سنة 1970 وكان بالأبيض والأسود، وديك الفترة كان المصدر الوحيد للخبر كان القنوات الإذاعية أو الإذاعة والجرائد الرسمية. دخول التلفزيون بصوت وصورة كان نقلة نوعية. لأكثر من 20 سنة استمر تلفزيون قطر في إنتاج الدراما الخليجية، وكان من أهم المساهمين في تطوير هذا القطاع، إلى أن قرر التلفزيون بعد فترة طويلة أن يلجأ إلى المنتج المنفذ، وهذا يعني كان رأي استراتيجي. تلفزيون قطر عرف على مدى سنين طويلة بإنتاجات أهم الأعمال التاريخية، ليس فقط يعني أعمال درامية وتاريخية، ولكن حتى أنتج كوادر تشرف يعني في الوطن العربي. تلفزيون قطر له دور رئيسي في نقل الصورة المشرفة عن دولة قطر، واللي تمثل بالجزء الرسمي سواء من المناسبات الرسمية أو زيارات سمو الأمير أو الوفود الرسمية اللي يعني تأتي للدولة، أو من ناحية أخرى الفعاليات الترفيهية أو المناسبات والفعاليات الثقافية اللي تصير داخل الدولة أو حتى المناسبات الرياضية. بالرغم من التحديات الكبيرة اللي تمر فيها التلفزيونات عموماً، دائما تلفزيون قطر سيسعى وسيواصل الوصول إلى قلب المشاهد إن شاء الله، وبث كل ما هو ممتع ومفيد من خلال تطوير المحتوى وتحسين الصورة إن شاء الله. في عام 1974 انطلق البث الملون، وانطلق تلفزيون قطر برؤيته البرامجية الجديدة التكنولوجية، انطلق إلى آفاق أرحب بتقديم برامج مختلفة، بتطوير الأداء المستخدمة في البث في المونتاج، استخدام التقنيات الحديثة، حتى انطلق البث الفضائي فيما بعد، وتطورت الفكرة البرامجية لأننا أصبحنا الآن نخاطب يعني مجموعة أخرى خارج منطقة الخليج وقطر، أصبحنا نخاطب العالم العربي، نخاطب العالم. وهذه الفترة أو الانطلاقة هذه كانت تتطلب أن نبحث عن لغة إعلامية جديدة تواكب روح العصر، كهرباء والصرف الصحي والطرق، حدوثه من خلال هذه البطولة وأهميتها. الغاز يأخذ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. في انطلاقة التلفزيون كانت هناك مرحلة استقطاب المذيعين للعمل في هذا الجهاز الجديد، ومر المذيع بعد ذلك بفترة التأهيل والمشاركة في إعداد البرامج، تقديم البرامج، تغطية الفعاليات المختلفة. وصلنا الآن إلى مرحلة روح المبادرة التي تعززها الرؤية الجديدة لإدارة التلفزيون. تلفزيون قطر كما واكب التطورات التكنولوجية والبرامجية، كان للمذيع في تلفزيون قطر النصيب الأكبر في عملية تنمية هذه المهارات والمساهمة في الارتقاء بالبرامج ونشرات الأخبار على مدى هذه السنين التي مرت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، أسعد الله مساءكم دائما وأبدا بكل خير. نرحب بكم سيداتي وسادتي من القناة الفضائية القطرية. أيها الإخوة المشاهدون في المنازل، نحييكم من مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الحضور في استوديو 4 بالتلفزيون، أهلا ومرحبا بكم إلى تسجيل حلقة جديدة من برنامج نادي الهوار. العودة إلى الماضي أمر جميل، وأن نتذكر سنوات وسنوات مرت سراعا في حياة الإنسان. تذكر نحن الآن على بداية عهد جديد مع افتتاح إذاعة قطر. كوكبة من الأشقاء العرب من كافة الأقطار العربية انضموا إلى إذاعة قطر. معانا كان مثلا من رفقاء الدرب زيدان ياسين، زهير قدورة، فيما بعد ماهر الريس، والمرحوم فوز الخميس. فوز الخميس نموذج للإنسان العصامي اللي عرك الحياة وعركته الحياة. كان يتميز بالموهبة الفطرية. فوز الخميس كان يتميز الله يرحمه بشيء معين، القدرة على مواجهة الكاميرا والقدرة على الحديث عبر الميكروفون. قدم عبر إذاعة قطر العديد من المسلسلات، العديد من البرامج. إذاعة قطر في حقيقة الأمر ساهمت في بلورة أفكارنا، في تقديمنا إلى المستمع وإلى القارئ. ويمكن أنا كنت من أوائل المذيعين اللي قرأوا النشرة في تلفزيون قطر، بالإضافة إلى أخي وصديق العمر الجميل محمد المعضادي، فيما بعد طبعا المرحوم فوز الخميس التحق بتلفزيون قطر وساهم في تقديم العديد من البرامج. جاء للعالم كله بحثا عن تقديم الكنوز المدفونة في تراث وفي ثروة وفي فكر هذه البلدان من المحيط إلى الخليج. قدم برامج للهواة واكتشف العديد من المواهب. كان يملك الجرأة ويملك الطموح ويملك القدرة على الخلق وعلى الابتكار. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 9 من برنامج شباب الأمس. فوزي أتى وهو يحمل في داخله بذرة الإعلام، ولذلك اجتهد وخلق وتواصل مع كل الكيانات وأصبح واحد من أهم الأسماء في مجال الإعلام في قطر. مثل هذه النماذج ثرية حقيقة، ساهمت وقدمت الكثير من الأعمال. ولكن يعني طبعا أن ننفض الغبار عن شخص ما أفضل من أن احنا ما نتذكر هذه الرموز اللي ساهمت في بلورة الكثير من الأفكار ومن الأطروحات. فالشكر الجزيل لمن يساهم في تقديم هذه الرؤى. شكرا لكم، نرجو أن نكون قدمنا المفيد والجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قطر. بهذه الكلمات الأثيرة بدأ بث إذاعة قطر عبر الأثير منذ 47 عاما، وأكثر من الثقة والحب الجميل من المستمعين والمستمعات. إذاعة قطر تعني الكلمة الهادفة، الخبر الصادق، البرنامج الملتزم، تبني المواقف البناءة، وضحت الرؤية، ثابتة الخطى، صرح إعلامي تعدى حاجز المحليات إلى آفاق عالمية منذ نشأته الأولى في 25 من يونيو من عام 1968. هذا الصرح الإعلامي الذي يعتبر أول وسيلة إعلامية رسمية في دولة قطر. مرت إذاعة قطر بكثير من عمليات التطوير خلال سنين عملها. لو بدأنا بالموضوع المهم وهو الكادر البشري، كان هناك تجديد في الكادر البشري ودخول كثير من العاملين سواء مذيعين أو حتى فنيين مخرجين في الأقسام الفنية بالإرسال. التطوير الثاني كان من ناحية الأجهزة التقنية. مرت الإذاعة بأكثر من عملية تطوير، محطات الأساء كانت هي الأهم في العملية، ناهيك عن الأجهزة مثل ما أنتم شايفين الآن نحن في استديو من استديوهات إذاعة قطر.
هذه آخر تحديث للاستديوهات الحديثة اللي أصبحت بنظام الديجيتال. من البرامج الجميلة التي مرت على إذاعة قطر وأتذكرها الآن برنامج مثلاً مساكم الله بالخير، كان برنامج يقدمه الأستاذ غازي حسين وحسن رشيد، الأستاذ حسن رشيد، كان برنامج مسائي جميل، برنامج فكرة للأستاذ محمد المضادي، برنامج محطات، برنامج مشوار حتى الواحدة والنصف، برنامج مثلا كان شعري مسائي اسمه تقاسيم، كانوا يقدمونه الدكتور ألهام بدر وعبد العزيز محمد. من البرامج بعد الحوار مفتوح كان يقدم الأستاذ صلاح خليفة في الثمانينات. الفكرة الرئيسية بإذاعة قطر كانت تثقيفية، تعليمية، إخبارية، وكذلك الجزء الترفيهي له كان مكان مهم في إذاعة قطر. حاولت إذاعة قطر منذ نشأتها أن تدمج كل هذه المعايير من خلال برامج موزعة على طول اليوم، من ضمنها البرنامج العام، البرنامج الإنجليزي، البرنامج الفرنسي، البرنامج الأردو، وهي عبارة عن خدمات تقدمها إذاعة قطر لكل شرائح المجتمع، سواء المتحدثين باللغة العربية أو المتحدثين بلغات أخرى. ومع انطلاق إذاعة صوت الخليج وإذاعة صوت الريان وراديو مؤسسة قطر وإذاعة 88 آخر العنقود، اكتمل عقد البث الإذاعي وامتلأ الأثير بكل أصناف الفنون والعلوم والأخبار الحديثة والبرامج القريبة من مشاغل الناس والأصوات الجميلة الناطقة بلسان أهل هذا البلد، بلسان الصدق والخبر الصحيح. طبعاً قناة الكاس تسعى إلى نشر والترويج والتعريف بالرياضة القطرية أولاً والخليجية والعربية والأسيوية وجميع البطولات والأحداث الخارجية اللي تشارك فيها الفرق القطرية خارج الدولة. وكانت دائماً قناة الكاس في جميع الأحداث المحلية أو الخليجية أو العربية أو الأسيوية تقوم بعمل تغطية كبيرة من خلال مجموعة كبيرة من البرامج، طبعاً يأتي على رأسها برنامج المجلس، واللي كان أو اللي بدأ مع تأسيس القناة في 2005. طبعاً برنامج المجلس هو يعتبر البرنامج الرئيسي في قناة الكاس، واللي يقوم بتغطية كل المناسبات الكبرى المقامة في قطر أو خارج قطر. ومن أول ما بدأت قناة الكاس هذه من بين أهم أهدافها هي استقطاب الرياضيين السابقين للعمل كمحللين أو كمذيعين أو حتى كمراسلين. قناة الكاس حققت مكانة عالية على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي في نقل الأحداث عن طريق الاستديوهات والاستديوهات التحليلية ومركز الأخبار. الحمد لله قناة الكاس حصدت العديد من الجوائز على مستوى عالمي، وآخرها كان الجائزة الماسية للجودة التي حققتها إدارة الإبداع. إدارة الإبداع حققت الشيء اللي كنا نطمح له من ناحية الجودة والمكانة على مستوى العالمي. فريق محلي استغنينا فيه عن جميع الشركات الخارجية، كل الشغل ينعمل في قناة الكاس بمجهود فريق ما شاء الله يعني على مستوى عالي. اليوم نملك أحدث الأجهزة في القناة من السوبر سلو موشن، من الألترا كاميرا، من السبايدر. طبعاً قناة الكاس اليوم تملك ما يقارب 6 عربات نقل من أحدث العربات الموجودة على مستوى المنطقة. طبعاً إحنا عندنا تطلع ل 2022 في تأهيل كبير لمخرجين قطريين
كوادر قطرية مصورين وتجهيزهم لملف 2022 إن شاء الله. طبعاً النجاحات الموجودة لقنوات الكاس الرياضية ما هي إلا انعكاس لما قدمت دولة قطر لهذه القناة، وطبعاً بهذا الخصوص اليوم القناة تطلع على أحدث التكنولوجيا الموجودة في على مستوى العالم لرد شيء بسيط من دعم الدولة لهذه القناة. صحيفة العرب هي أقدم صحيفة قطرية، عددها الأول كان في صدر في عام 1972. استعداداتنا اليوم الوطني ستكون مثل كل عام، احنا دائما ما قبل اليوم الوطني بفترة يكون هناك استعداد وفريق واستنفار لكل الأقسام حقيقة لتغطية فعالية اليوم الوطني، لأن الفعاليات كثيرة ومهمة وفي أكثر من موقع في الدولة. جريدة الشرق صدرت في 1987، اليوم نحن في العام تقريباً 28 من إصدارها، مرت بمراحل متعددة. الإعلام اليوم يلعب أدوار متعاظمة، سواء كان في نقل المنجزات التي تشهدها الدولة أو التفاعل مع قضايا الوطن والمواطن والدفاع عن هذه القضايا. اليوم الوطني بالتأكيد يمثل مناسبة غالية على كل مواطن وعلى كل من يعيش على هذه الأرض، لأنهم حقيقة من يعيشون في هذا المجتمع هم شركاء في مسيرة الإنجازات التي تشهدها قطر. هذا العام سوف يرى القار وسوف يرى من يتابع الشرق أننا لدينا جديد، ودائما نراهن أن نبتكر وأن نبادر بخلق مبادرات نوعية من أجل بناء هذا المجتمع ومن أجل الاهتمام بالإنسان بالوطن والمواطن، ونحن نسعى أن نكون جزء من هذه المنظومة التي تتفاعل وتتناغم في اليوم الوطني. جريدة الوطن القطرية تأسست عام 1995 لتدخل ضمن منظومة الإعلام القطري والصحافة القطرية، ومن يومها الأول وهي دائما ما تتميز بالخبر والمتابعة من خلال التحقيقات والمقالات، ويتم تغطية كل حدث سواء كان محلي أو خارجي من خلال المقالات ومن خلال آراء بعض الكتاب المحليين وأيضا الدوليين أو اللي من خارج دولة قطر. بما يخص اليوم الوطني اللي هو يوم 18 ديسمبر، أيضا يكون هناك ملحق خاص للمسير الوطني اللي يحدث في الكورنيش، يتم تغطيته بشكل كامل، وهذا يعتبر ملحق خاص غير الملاحق السابقة اللي تسبق يوم 18 ديسمبر. الراية تواكب الأحداث في الدولة وتقوم بتشكيل فرق عمل لتغطية هذه الأحداث، وهذه الأحداث تغطى بالكلمة والصورة. شعار اليوم الوطني هذا العام اللي هي هداتنا يفرح بها كل مغبون، اللي هي تختص بفزعات قطر
وما تقدمه قطر لمواطنيها وكل من يقيم فيها، وأيضا خارج قطر لكل من يحتاج المساعدة ولكل من يحتاج العون من قطر. وهذا الشعار قطر تعمل به منذ سنين، لذلك احنا جميعنا جنود لهذا الوطن ونقدم كل ما نملك فداء له، وكصحفيين وكاعلاميين اقلامنا ايضا فداء لهذا الوطن، وسنظل اوفياء ومخلصين له. أنا اسمي مريم جمال يافعي، عمري 22 سنة. سنة 2012 دخلت المركز عشان تطوع المدارس. خلصت الثانوية العامة 2013، جيت وسجلت في المركز وبدأت معاهم البداية. كنت أرسم يعني في البيت رسم كرتون يعني حق المدارس، أسوي لوحات حق أصدقائي أرسم لهم. السنة اللي طافت اشتركت باليوم الوطني في درب الساعي، كانت مبادرة مني، لوحة فيها علم قطر وحضفت فيها زخارف قديمة. هالسنة سويت لوحة زخارف السدو وغيرت من أشكالها شوي، هي ثلاث لوح منفصلة بس إذا جمعناهم مع بعض كانت تبين لوحة واحدة، بس هم ثلاث لوحات منفصلة عن بعض. جاتني فكرة السدو تغيير الألوان اللي فيه، دخلت البنفسجي، دخلت الأصفر، ودخلت الأورنج فيه، يعني دخلت ألوان شوي تكون على الحاضر. ثلاث لوح خذت مني تقريباً أسبوعين يعني يومياً، يعني كنت أجي للمركز وأخلصهم. لو في البيت أرسم الرسم الكرتون، أحب أرسمهم ذول، ولا إذا مثلاً حد من هلي عنده مثلاً مسابقة ولا شيء أرسم له. الرسم هو الشيء اللي بيوصل لي الهدف اللي أنا أبي، وهدفي إني أكون مصممة ديكور. وكل عام وقطر وأهلها بخير. كتارا أقدم مسمى لشبه الجزيرة القطرية السعيدة، صرح ثقافي شامخ وتحفة معمارية مبهرة ورمز ثقافي أصيل. كتارا تتزين لليوم الوطني كما تتزين كل الأماكن في قطر لهذا اليوم الأغر. الأطفال بهجتها البريئة ولون الأدعم ثوبها الذي تفخر به، وابتسامة الناس المشرقة تزين يوم الفرحة بالوطن في يوم عز قطر وكل من شرف بالعيش على هذه الأرض العزيزة على كل القلوب. في هذا اليوم المعطر بشذا الفرحة وعلى صفحة بيضاء ناصعة كسيرة هذا الوطن بين الناس، وفي إحدى ساحات كتارا وادي الثقافات، يتسابق الناس نحو الأقلام والألوان
ليخطوا بحبر التقدير والحب والتبجيل والانتماء الصادق لهذا الوطن، كلمات تنطق بكل اللغات والأشكال الجميلة والمعاني النبيلة، لكنها تحمل معنى أصيلا وصادقا في كل النفوس. أحبك يا قطر، ودام عزك يا وطني، ولك كل الفخر يا بلد الخير. ودمت يا قطر عنوانا للمجد وموطنا للتعايش السمح بين كل البشر، وراية نرفعها فوق كل القمم، وبلد النخوة والمعالي والأخلاق الكريمة بين الأمم. رايات الأدعم تغطي سماء كتارا وكل الأماكن في قطر، وترفع ألوان العناب العزيزة فوق هامات الرجال، وتزين الوجوه البريئة للصغار، وتلون أحلامهم بروح الأوفياء تحقيقاً لحلم مؤسس هذه الدولة، لتكون قطر في يومها الوطني ملحمة للعز والأمجاد والأشرعة العالية. علو راية الأدعم في يوم الوطن الجميل.